السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني كي دايرين؟ كلشي مزيان، كلشي هانيين، لاباس عليكم؟ اليوم إخواني جبت لكم واحد الموقع زوين بزاف. موقع هذا الموقع يعطيك كلمات الدلالية أو كلمات المفتاحية لكي تظهر فيديوهاتك على محرك اليوتيوب. وهذا الموقع يعطيك كلمات دلالية حقيقية إخواني لكي تظهر فيديوهاتكم على اليوتيوب وتتصدر اليوتيوب. هذا الموقع إخواني جد رائع، وسأريكم الطريقة لكي تحصلوا على الكلمات الدلالية لكي تظهر فيديوهاتكم على اليوتيوب وتتصدر اليوتيوب إن شاء الله. إخواني أخواتي، والموقع كما تلاحظون هذا هو الموقع إخواني أخواتي، كما تلاحظون هذا هو الموقع إخواني. لكي ندخل إلى الموقع لكي نحصل على الكلمات الدالية نقوم بالضغط على هذا الخيار إخواني هكذا، ثم ندخل مباشرة لنبحث على الكلمات الدالية على حسب الفيديوهات التي تضعها أخي الكريم على قناتك. هل فيديوهاتك تتكلم على الطبخ أو على الرياضة أو على الربح في الإنترنت أو أي مجال أخي الكريم؟ لكي تحصل على الكلمات الدالية يجب عليك كتابة الفيديوهات التي لديك على قناتك. سأريك الطريقة إخواني أخواتي، سأعطيكم مثال أخي. نكتب الطبخ هكذا، الطبخ، وستظهر لنا إن شاء الله الكلمات المفتاحية التي يجب وضعها في قناتك أخي الكريم. لقد حصلنا أخي الكريم إخواني الكرام على الكلمات الدلالية الرائعة والضرورية لكي تضعها في فيديوهاتك لكي تظهر على اليوتيوب وتتصدر اليوتيوب. إخواني هذه الكلمات الدلالية الحقيقية أو كلمات المفتاحية أخي الكريم. ما عليك سوى كتابة الفيديوهات التي تعمل في قناتك الرياضة أو أي شيء أخي الكريم، وتأتي إلى هنا وتضع أخي الكريم وتضع هنا أي شيء. أنا سأضع أخي الكريم هكذا، وسأريكم كيف تضعونها في هكذا أخي الكريم. تقوم بالضغط هكذا وتقوم بالضغط على كوبي هكذا، ومباشرة تذهب إلى قناتك أخي الكريم هكذا. نذهب إلى قناتنا ونضع هذه الكلمات الدلالية. تذهب أخي الكريم، تذهب أخي الكريم إلى قناتك. تذهب إلى قناتك وتضغط على هكذا أخي الكريم. مباشرة تذهب إلى جدول الوصف يوجد في أسفل الفيديو أخي الكريم. هنا أخي الكريم تقوم بالضغط الكلمات الدلالية التي ستجعل فيديوهاتك تظهر في محرك اليوتيوب. وهذه الطريقة أخي الكريم هي الطريقة التي تستطيع أن تظهر بها فيديوهاتك أخي الكريم. تقوم بكل هكذا كما تلاحظون إخواني، لقد تمت العملية. ونقوم بمسح لكي نقوم بحفظ أخي الكريم، هكذا أخي الكريم، حتى يتم اختفاء اللون الأحمر الذي كان يوجد على هذا الإطار أخي. ثم تقوم بالحفظ هكذا أخي الكريم، وإن شاء الله
ستظهر لقد قمنا بالحفظ هكذا أخي الكريم، وستبقى هذه الكلمات الدالة على مفتاحك على فيديوهاتك أخي الكريم، وهذه الطريقة مجربة، وستظهر فيديوهاتك أخي الكريم، لأن هناك فيديوهات لا تظهر على اليوتيوب أخي الكريم، لن تظهر أخي الكريم إن لم تفعل هذه الطريقة الذي شرحت لك الآن. هذا هو أخي الكريم الكلمات الدالة وطريقة الحصول عليها. إخواني الكرام، هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تجعل فيديوهاتك تظهر أخي الكريم، وأنصحك بهذا الموقع لأنه موقع جد رائع أخي الكريم. وأتمنى لكم إخواني أخواتي التوفيق، أتمنى لكم التوفيق إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.